العافية. الله يعافيك عمي. بدي اسألك عمي، هذا البيت اللي ما بيلك كأنه ما في حدا؟ هذا البيت ما في حدا عمي، يلي كانوا ساكنينه حملوا درب طريقهم وراحوا من أكثر من شهر. شو ما تحكي أنت، وكل الله، أنا مبعوث خص نص على هذا البيت. ليش بيت مين بدك بالأصغر عمي؟ بيت أبو محمد دنجركش اللي كان زماناته مختار. لا عمي غلطان، شنو اللي ساكنين بهذا البيت رجال وحرمته، وكانوا متجوزين جديد واسم الرجال ناظم. أيوه. طب الزلمة هذا شلون شكله يعني؟ كيف هيك؟ وصف لي. طويل وضخم وكان فيه دقن كمان عمي. طويل وضخم ومربي دقنه. ايه معناتها انا مخربت عمي. هاتوا اخذنا، هاتوا اخذنا. السلام عليكم.